السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. أحبائي الأطفال، كيف أصبحتم اليوم؟ هيا بنا نتعلم درس جديد في مادة العلوم. لكن في البداية دعونا نستذكر ما تعلمناه في الدرس السابق. درسنا السابق كان يتحدث عن وسائل النقل الحديثة. ما هي وسائل النقل الحديثة يا أحبائي؟ الحافلة، الدراجة الهوائية، الطائرة، القطار، القارب، السيارة. أحسنتم. والآن يا أحبائي، بعد أن استذكرنا ما تعلمناه في الدرس السابق، دعونا نستمع إلى هذه القصة القصيرة سويا. حكاية إشارات المرور. أهلا بكم يا أبناء وبنات مجددا. هذه حكاية طفلة صغيرة مع إشارات المرور. ترى ماذا حدث لهذه الطفلة؟ استمعوا جيدا. شروق طفلة صغيرة تعودت على حب النظام والالتزام به. وذات يوم بينما هي في الطريق إلى مدرستها القريبة من منزلها، وقفت أمام إشارات المرور تنتظر أن يصير الضوء أخضر للراجلين. انتظرت شروق وانتظرت، لكن الضوء لم يتغير، وبقيت السيارة تمر وتمر، وشروق تنتظر وتنتظر. سألت شروق الضوء الأحمر: ما بك أيها الضوء الأحمر؟ لم لا تترك الفرصة للضوء الأخضر كي يشتعل ويسمح لي بالمرور وأصل إلى مدرستي في الوقت المناسب؟ أجابها الضوء الأحمر: سامحيني أيتها الطفلة الجميلة، مصباح الضوء الأخضر معطل. حزنت شروق لهذا الأمر وراحت تفكر كيف تمر بأمان إلى الرصيف الآخر. يا إلهي، ماذا أفعل؟ أريد المرور، سأتأخر عن مدرستي. في تلك اللحظة ظهرت لها شرطية المرور ووقفت بحيث يراها الجميع، وشرعت في تنظيم حركة السير بحركات يديها. توجهت شروق بهدوء نحو الشرطية حتى إذا اقتربت منها نادتها: يا سيدتي الشرطية، أريد العبور إلى الرصيف الآخر، غير أن الضوء الأخضر معطل، فقد أخبرني بذلك الضوء الأحمر، هل تساعدينني لأمر كي لا أتأخر عن موعد الدخول إلى قسمي؟ ابتسمت الشرطية واستجابت لدعوة شروق، فأوقفت حركة المرور من الجهة الأخرى بحركة من يدها، وساعدت شروق ومن كان معها على المرور بأمان. استعدت شروق للمرور وقد بدت عليها علامات الفرحة وهي تقول للشرطية: شكرا لك يا سيدتي الشرطية، الآن سأعبر في أمان إلى الرصيف الآخر ولن أتأخر عن دخول قسمي. شكرت الشرطية بدورها الفتاة الصغيرة وهي تقدم لها التحية. وحين كانت شروق تعبر إلى الرصيف الآخر، سألت الضوء البرتقالي: وأنت أيها الضوء البرتقالي، ما دورك في تنظيم المرور؟ أنا يا صغيرتي أنبه السائقين ليستعدوا للتوقف، لأن الضوء الأحمر سيأتي بعدي. حين وصلت شروق إلى الرصيف الآخر، شكرت الأضواء الثلاثة وعبرت الطريق نحو مدرستها وهي تردد: احترام أضواء السير بألوانها الثلاثة هو احترام للحياة. والآن يا أحبائي، بعد أن استمعنا إلى هذه القصة الجميلة، لابد لكم وأن تكونوا عرفتوا عن ماذا سنتحدث اليوم. ماذا ترى في الصورة أمامك؟ نعم، إنها صورة الإشارة الضوئية، صورة الإشارة الضوئية. أحبائي الأطفال، لقد تعلمنا في السابق في مادة اللغة الإنجليزية معنى الإشارة الضوئية. من يذكر لي ما معنى الإشارة الضوئية باللغة الإنجليزية؟
أحسنتم، رائعين جدا. إنها ترافيك لايت. ترافيك لايت إشارة ضوئية. ترافيك لايت إشارة ضوئية. أحبائي، ما هي فائدة الإشارة الضوئية؟ لماذا الإشارة الضوئية موجودة في كل الشوارع؟ لسببان: الأول تنظم حركة السيارات، والسبب الآخر تنظم حركة الأشخاص. تنظم حركة السيارات بحيث تسمح لها مرة في عبور الشارع، ومرة أخرى تسمح للأشخاص في عبور الشارع، وذلك للحفاظ على سلامة الإنسان من أي حادث أو أي مكروه. أحبائي، ألوان الإشارة الضوئية. ما هي ألوان الإشارة الضوئية؟ اللون الأحمر، اللون الأصفر، اللون الأخضر. ماذا تعني هذه الألوان؟ اللون الأحمر يعني قف. اللون الأحمر يعني قف. عندما تضيء الإشارة الضوئية باللون الأحمر، يجب على جميع السيارات الوقوف. اللون الأصفر يعني استعد. اللون الأصفر استعد. عندما تضيء إشارة المرور باللون الأصفر، يجب على جميع السيارات الاستعداد والتهيؤ للانطلاق، لكنها لا تنطلق. عندما يضيء الضوء الأخضر، تنطلق جميع السيارات. عندما يضيء الضوء الأخضر، تنطلق جميع السيارات. هيا نكرر مرة أخرى. أحمر يعني قف. أصفر يعني استعد. أخضر يعني انطلق. والآن يا أحبائي، هيا نتعلم ترتيب ألوان إشارة المرور. ما الضوء الذي يأتي في أعلى إشارة المرور؟ أحسنتم، إنه الضوء الأحمر. ما الضوء الذي يأتي في وسط إشارة المرور؟ رائعون، إنه اللون الأصفر. ما اللون الذي يأتي في أسفل إشارة المرور؟ ممتازون، إنه اللون الأخضر. والآن أحبائي، بعد أن تعلمنا درسنا الجديد إشارة المرور، ألوان إشارة المرور، فائدة إشارة المرور، هيا بنا نذهب إلى كتابنا صفحة 31. لون يا بطلي إشارة المرور. في الأعلى نلون لون أحمر. أحمر يعني قف. في الوسط نلون لون أصفر. أصفر يعني استعد. وفي الأسفل نلون اللون الأخضر. أخضر يعني انطلق. هذا هو درسنا يا أحبائي. أتمنى أن تكونوا استمتعتم واستفدتم من هذا الدرس الجميل. إشارة المرور ألوان ثلاثة: أحمر قف، أصفر استعد، أخضر انطلق. هذه هي إشارة المرور. إشارة المرور ألوان ثلاثة: أحمر قف، أصفر استعد، أخضر انطلق. هذه هي إشارة المرور.